ذكاء الحاكم في اكتشاف الخونة. ورد في كتاب الأذكياء لابن الجوزي قصة لحاكم كانت أسراره السياسية والعسكرية تظهر للعدو فتفسد عليه جميع خططه وتدابيره، فقال لمن يثق به ممن حوله: إن جماعة يطلعون على أسرار لي ولا أدري من يظهرها منهم، وأكره أن أعاقب البريء بما يستحق الخائن. ومن ثم أمرهم أن يأتوه بكتاب ليسجل فيه أخبارا كثيرة وأوامر مختلفة، وجعلها كلها كذبة، ثم استدعى الجميع وأتى بهم رجل رجل كل منهم على حدة، فأخبر كل رجل بخبر مختلف عن صاحبه، وأمره أن يكتم الخبر ولا يفشيه لأصحابه. ومن ثم كتبوا في الكتاب كل خبر وبجانبه اسم الرجل الذي أخبروه به، فلم يلبث إلا يسير ونقل الخائن من بينهم الخبر الذي أطلعه عليه الملك، فعرف عندها الخونة وعرف الأمينون منهم.